ايوه يا عم، ماشي 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 معاكي حلاوه. انت ها علي سافر واشتغل في جورنال بره، وانت هتستريحي من الرجاله وقرفهم، ده غير طبعا الفلوس، هبعت لك كل شهر فلوس. الله أيوة. اكبر الله اكبر في عينك يا كوكي، في ايه يا حبيبتي؟ بتنقي عليا، ده رزقي ورزق عيالي. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان ما بيفرقش معايا الفلوس، انا بس هخلص من كتمت علي على نفسي، طهقت. صباح الخير. الحقيني يا بنتي الحقيني. في ايه يا حبيبتي؟ خير؟ خير؟ اللي حصل في ايه؟ عايزاكي في موضوع على انفراد، بس المكتب عندي زحمه. قولي يا حبيبتي قولي. في ايه يا كاميليا؟ هو ايه اللي فيه ايه لما يعني انقضيتي على الست كده؟ بتقولك عايزاني في موضوع على انفراد. انتي ايش حشرك؟ ايه يا انجي؟ انا وانتي واحد ولا ايه؟ لا انا وانتي اتنين ولا ايه؟ ده كل العمر ده كنت فاكره انا وانتي واحد. بس يلا بس يلا خلاص. انا اصلا كنت جايه لكم عشان اقول لكم معلش مش هقدر اتكلم معاكم عشان عندي شغل كتير. طب استاذنك يا كوكي معلش، ممكن تسيبي لنا المكتب بس ربع ساعه؟ والله كان نفسي بس كتير. بصي متلتي الأمر. متلتي ما شاء الله. والله يطلع لك شغل يا كوكي. تكلموا بس ما تكلموش كتير، انا شغلي عندي شغل كتير انا. معلش يا سعاد، ركزي معايا واحكي لي كل اللي انت عايزاه بصوت واطي. هنا؟ معلش. بصي يا ستي، انا عارفه ان انت حلاله العقد، وانا في مصيبه ومش عايزه اي حد يعرفها غيرك. بس ما تكمليش يا قلب امك، انا عرفت هو جوزك، انا عارفه طول عمره وعينه زايغه، هي الرجاله كده يجيبوا اجل الست. لا ها، هيتجوز عليكي واحده من جوه الوسط ولا من بره الوسط؟ لا. طويله ولا فرعه؟ بيضه ولا شقره؟ حلوه ولا قمره؟ انطقي. حلوه ايه وقمره ايه يا انجي؟ وانا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه حبيبتي انت زورانه في التفاصيل، قولي معلش. هي الرجاله كده، انت تفتكري الراجل يا ما هنا يا ما هناك وتقولي عليه ملاك، بس في الحقيقه هو قبه تحتها قبه. ممكن تديني فرصه اتكلم؟ فرصه واحده بس؟ انت بتزعقي لي ليه يا سعاد؟ هو انا نطقت؟ قولي يا حبيبتي انا سامعاكي. انت عارفه كويس ان انا ربيت بنتي على الحريه. طبعا برافو عليكي، انا كمان مربيه مي وصولي على الحريه طول عمرها، من صغرها بسيبها تعمل اللي هي عايزاه. برافو عليكي، انا كمان بسيب مي وصولي يعملوا كل اللي هم عايزينه، ده حتى عمر الفصل بخليه يعمل بيبي وقت ما هو عايز. ايه يا جماعه، علوا صوتكم شويه، ما ينفعش كده. لا دي عيب يا جماعه، علوا صوتكم شويه. في ايه يا كاميليا؟ في ايه يا ماما؟ مش قلتي عندك شغل كتير؟ عايزه ايه يا حشرايه؟ بس شويه كملي يا سعاد. انا طول عمري بسيبها تقعد على النت براحتها ومديها الثقه الكامله. زي بالظبط. ها امبارح كان حفل التخرج بتاعها ورحت عشان احضرها. الف مبروك يا سعاد، الف الف مبروك يا حبيبتي، عقبال فرحها يا رب. كان نفسي. يا لهوي ماتت. ايه يا تيجي يا سعاد الشغل لابسه كده؟ مش لازم تلبسي اسود يا بنتي، عايزه تاكل وش. بعد الشر يا شيخه، بعد الشر. ايه اتحرقت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا انجي في ايه؟ يبقى اتشلت، مفيش غير دي. بصي انا غلطانه ان انا جيت لك، انا هروح لكاميليا. تعالي يا حبيبي تعالي احكي. لا لا احكي. سعاد صدقيني هتندمي. لا ايه يا انجي، ما تجيش قطعت ارزاق بقى. الله في ايه؟ معلش انا اسفه يا سعاد. سيبوه انا همشي خلاص. سعاد معلش انا اسفه، كملي. امبارح بعد حفل التخرج لقيت الهانم جايبه لي شاب في ايديها وبتعرفني عليه. والله برافو عليها ناصحه. انا امي كانت دايما تقول لي انجي تتخرجي من هنا الشهاده في ايد والعريس في الايد التانيه. هو ده بقى معروف خلاص، دستور عند الستات والبنات. اهو فعلا عريس. طب في ايه يا سعاد؟ الف مبروك يا حبيبتي، ومالك زعلانه بقى؟ قربي بس عشان محدش يسمع. هو فعلا عريس بس متجوزها عرفي. ايه؟ عرفي يا سعاد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اتجوزت عرفي؟ دي واحدة جارتي في الشارع. تبقى قليلة الأدب. ما انا كده ما اتربتش. عارفة؟ ما لقيتش أهلي يربوها. عارفة خلاص. في إيه يا إنجي؟ في إيه يا إنجي؟ عندها حق، أمها ما عرفتش تربيها. أيوة. اسمع بقى سامي، لا لسه برضه شغل عيال اللي عندك ده، وبعدين لسه المشاكل بتاعتكم. يا استاذ جميل، مش احنا كنا فضينا الخطوبه الملعونه دي وخلصنا؟ يا سامح يا ابني، انا اكبر منك ولازم تتعلم مني. بص، العلاقات الزوجيه دايما فيها مشاكل، يعني لابد ان تكون جسور عنيف
وفي نفس الوقت رقيق حنين وشديد. وبعدين تخرج من هنا تخرج من هنا، كل ده بقى بيروح حلل كل حاجة. انت فاهم حاجة؟ يا رب بعد ما يشوف لو فاهم حاجة. يا رب يا رب يا سامع. بص يا سامع، انا عايز اقول لك حاجة، انت لازم تتغاضى عن كل المشاكل اللي بينك وبينها، لابد انك تكافح تجاهد وان تكون مثابرا. بص يا استاذ جميل، انا مستعد اجاهد واروح لداعش احسن من اللي عامله ده. لا يا سامع لا، الا كده داعش مش احسن من اختي. انا بفهمك اهو، داعش ده ايه؟ ايه الفرق بين داعش واختي؟ انت اللي طلع لها دقن يعني. ما هيطلع لها دقن يا سامح. يا سامح اهدى يا حبيبي. بص يا حبيبي، انا عايزك تهدى كده وتاخد ميسون تخرج انت وهي تفسحها وتهدوا علشان نرجع بقى نتفق على كتب الكتاب والدخله. اه اكيد هيبقى في مقابر السيده. اختيار جميل يا سامح، حلو قوي المكان ده، بس ليه يعني؟ عشان بعد الكتاب ده وانتحر فتدفنوني بسرعه بدل المرمطه. لا يا سامح بقى بطل يا عيال ده. بقول لك ايه؟ روح مكتبك لم اوراقك وتعالى خد ميسون واخرج اتفسحوا. شوف القمر قاعد قدامك ازاي؟ شايف؟ شايف الالوان قد ايه؟ اه في قمر ملون والنبي يا استاذ جميل. ايش فاهمك في الالوان؟ قوم امشي. امشي. ميسون بقول لك ايه؟ عايزك تفتح مخك بقى. انا مش ممكن اتنازل عن اللي عمله فيا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اتنازل شويه خلينا نخلص. ممكن اتنازل في حاله واحده بس. ايه هي؟ لو بس ايدي وراسي ومفيش مانع لو بقي كمان. لا لا، كتير يا ميسون، كتير قوي كده. مفيش كائن حي على وجه الارض ممكن يتحمل كل التنازلات دي. طب قلنا ايدك ماشي، خدك ما. لا ميسون، بصي ميسون، عدي الامور يا حبيبتي، عديها، احنا ما صدقنا. امال اعمل ايه؟ بصي يا حبيبتي، روحي اتجوزي من ورايا عرفي كأن انا مش عارف، ولما اعرف اقول ايه. اختي 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 تتجوز عرفي ازاي؟ ازاي؟ وهعمل موقف، موقف جامد، بس نبقى دبسناه. ما ينفعش، انوثتي لا تسمح بهذا. اخلصي بقى، انوثت ايه؟ احنا هنلعب على بعض. انا عايز افهم ازاي تخلي بنتك تتجوز عرفي؟ ها؟ ازاي تسيب لها السايب في السايب وتتجوز عرفي يا سعاد؟ يعني ايه؟ حرام عليكي، دي مسؤولية لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفي يا سعاد، انتي صوتك فضحتيني يا انجي، فضحتيني. فضحتك ايه؟ بقولة بنتك اللي كانت لسه قطة مفتحة امبارح تتجوز عرفي يا سعاد. منك لله، الجورنال كله سمع. ازاي؟ مش فاهمة ازاي كنتي لازم تعلميها ان الحرية مسؤولية، مش تسيبيها كده السايب في السايب. عرفي يا سعاد، انا اصلا استاهل ضرب الجزمه اللي انا جيت لك. جزمه ايه؟ حرفي. انجي معلش، اصل انتوا صوتكم كان واطي، ما سمعتش كويس. هي بنتها اتجوزت حرفي فعلا؟ في ايه يا كوكي؟ في ايه؟ واحده استأمنتني على سرها، مش ممكن ابدا افضحها. ما ببصش على حاجة. يوهين، بقول لك ايه، انا هروح الحمام. هتعمل ايه يا حبيبي؟ عندي شوية قرف وخنقة اروح اخرجهم. طب اجي معاك. ما انت لو جيتي القرف هيزيد يا ميسون، خليكي. اوه بقى. طب يا حبيبي انا هفتح صوتك على الموبايل عشان ما احسش انك هتوحشني يا موحة. اوعي اوعي بدرس، بيخلي صورتي تدفع لك المشاريب بالمرة. حاضر. عارفه ليه ما انا لوت انا قاعد هنا وفاتح صورتك؟ طبعا عشان انت سبتني لوحدي ومشيت يا سامح. كده يا منال تسيبيني لوحدي وتسافري من ورايا؟ بس خلاص، انا مش هفضل عايش في الماضي ده كتير. انت هتبقي بالنسبه لي مجرد نقطه سودا منيله بنيله، هرميكي وهشد عليك السيفون. انا عارفه يا سامح انك ما رحتش الحمام عشان عايز بيبي، عارفه انك قمت عشان انت مغصوب على جوازك مني. وانا مش مغصوب اني افضل مربوط على ذمتك كده يا منال، انا هتجوز تاني. طب ايه رايك تتجوزني وانا اجرلك شقه وافرشها
واعمل فرح بسيط على حسابي، وبعد كده كل واحد مننا يعيش في اوضه، بس المهم اخلص من نظرات اخويا ليا وتجايحه فيا كل شويه. ولو حبيت تتجوز غيري يبقى طلقني. ايه ده؟ ايه ده؟ لا بجد، ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي. معقول في واحده عندها فيلينجز وصدق بالطريقه دي؟ انت مين انت اصلا؟ وانت ازاي تكلمني وانا ما اعرفكش؟ بسيطه، احنا ممكن نتعرف. ايه ده شريف، انت ايه اللي معادك هنا؟ سامح، انت ايه اللي جابك هنا؟ تخونوا وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. لا را 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 بم 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 بم. تباعوا وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم قلبي. لا را را قلبي ليه تخونوا؟ بس يا سامح. ايه؟ انا ما اعرفوش يا سامح، انا مش بخونك. يا ريت يا ريت تخونيني، انا نفسي تخونيني، تبقى اسعد لحظه في حياتي. صدق انت ما عندكش ريحه الدم؟ ما انا عارف. انا ماشي. سلام. ايه ده؟ هي الانسه تبقى خطيبتك؟ كانت والحمد لله هم وتزاح. بجد؟ طب لو مش هيضايقك يعني ممكن اخطبها انا؟ يا سلام يا سلام، بس كده؟ ده انا هوصلك لبيت اخوها هوا وازغرط لك كمان. الله، نفسي اندهلها قوي. هي اسمها ايه؟ اسمها ميسون، احلى من الملوحه وعليها ليمون. ميسون، ميسون دي هديه من السما. هديه قبل انا والشبه. عمر يا استاذ، اجيب لك ينسون مغلي ولا باكت؟ انا بقول ميسون. 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 ياه. ميسون. ميسون. مبروك. خلاص يا علي هتسافر؟ ايوه يا انجي، خلاص مسافر. خايفة لما تسافر عالبلد الغريب تنسى انك فايت في بلدك حبيب، وهناك تعبان مستني بأشواق، تعبان من الفراق. قوم ولع لك شمعة، نورها مستنيك، وفي عيونك دمعة امسحها بإيديك. خلاص يا شادية بقى، خلاص كفاية. بص يا أولاد، أنا بسافر عشان أعمل لكم قرش ينفعوكم، عشان أأمن لكم مستقبلكم. طب يا بابا، بس أوعى تنسى الإس 6 وإس 7. أيوة يا بابي، وأنا عايزة أي حاجة إيه تلاقيها في طريقة. وأنا أي حاجة بقى 9 10 11 عشان عمر. إكس 6 و 7 و 9 و 8 و 10، وأنتوا فاكريني إيه؟ لا دي السفرية مش هتجيب همها، أنا مش مسافر. لا لا خلاص خلاص يا علي، خلاص يا علي، ربنا معاك، روح بالسلامة. ربنا معاك. قوم ولع لك شمعة، نورها مستني، وفي عيونك دمعة امسحها بإيديك. قوم ولع لك شمعة، نورها مستني، وفي عيونك دمعة امسحها بإيديك. واتبدلت لحوار وركبت أول موجة في سكة الأمواج، واتبدلت لحوار وركبت أول موجة في سكة الأموال، أروح لأول واحد احتجت له في سؤال. انت ممسوك في يالا، جوازة غرفة يا باشا. وانتي؟ عرفي يا باشا. وانتي؟ عرفي برضو. وانت؟ اموت واتجوز عرفي يا باشا. كنت عارف انك هتقولي كده. اخلص يلا. حاضر يا بيه. واطلع من وسطيهم. حاضر. وانت؟ طلاق يا باشا. احبس لي الكلب ده. ليه يا باشا؟ هتحبسني ليه؟ انا كل الحكايه ان انا اتخانقت انا ومراتي وطلقتها الحمد لله خلاص.
وجايه عشان اثبت حقوقها رسمي انها خدت كل حقوقها. حلو، ده حق مراتك، انها من حق الحكومه انها تحاسبك لما تغلط، وانت غلطت وطلقت كمان، يعني مش عاجبك؟ شويه شباب زي الورده هم بيتجوزوا عرفي عشان مش لاقيين يتجوزوا شرع، وانت جاي تطلق. يا باشا العيال ما اتربتش، وانا والله ما اعرف ولا واحد فيهم. ما هو انت تتعرف عليهم تحت في الحجز. ليه بس يا باشا؟ خدهم عسكري بلبل على الحجز تحت. امرك يا باشا، انا ايه هعرفك ما تخافش، ما تخافش. يلا يا حبيب التوفيق، يلا نجروا كده على الحجز قدام. يلا يا حبيبتي، خش يا اخويا. العرفي قال، كل دول عرفي. يا دي النيلة، كل يوم مسلسلات تركي، مسلسلات تركي. ايه يا كمال؟ انا من كتر الفرجة على التركي بقيت حاسس ان انا ساكن في اسطنبول. معلش يا حبيبي ما تزعلش نفسك، هتجيب لك هندي؟ بلا هندي بلا قرف. امال الولاد فين؟ مش شايفهم يعني بيتنططوا في الشقة. بنتك طول النهار قافلة على نفسها باب اوضتها، وابنك ليل ونهار قاعد على الكمبيوتر. ايه؟ ازاي يا كمال؟ ايه؟ ازاي تسيبهم قاعدين في الاوضه لوحدهم من غير ما تعرفي بيكلموا مين ولا بيعملوا ايه؟ هيكونوا يعني بيعملوا ايه وبيتكلموا مين يا حسين؟ هم مرزوعين في البيت. الله، على رأيك صح، انت صح، قاعدين في البيت احسن ما يخرجوا بره البيت. يخرجوا بره البيت يروحوا فين؟ دول حيالله 9 سنين و6 سنين. يا كاميليا انت مش فاهمه حاجه، ده سن خطر. انت ما بتشوفيش البلاوي اللي انا بشوفها في القسم عندي. يا مامي، هو ايه علاقة اللي انت بتشوفه في الاسم بولادي يا حسين؟ لا انا مش هعرف اتكلم ولا افكر طول ما انا جعان. انت تقومي تعملي الاكل، بعد كده ترجعي تقولي لي اخبار الشارع والعماره والصحافه والاعلام والتوك شو، ترجعي بعد كده تطمني على العيال وترتبي الشقه، تجي لي بقى اكون فكرت لك هتعملي ايه. نهار اسود، ده اطول من المسلسل التركي اللي انا بتفرج عليه. ايه يا حسين، انا عبال ما اعمل الحاجات دي كلها هتكون نمت. الله، ما طبعا لازم انام، مش عندي شغل الصبح. طب سونا. نعم سونا. مش دلوقتي بعد ما اكل. لا لا سونا. عايزه ايه؟ عايزه فلوس. هجيب لك فانوس، حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر. فانوس ايه؟ انا جبت سيره فانوس، عايزه فلوس. ايوه عارفه، فانوس بتاع وحوي يا وحوي والكنافه بالمانجا، عارفها. ركز معايا يا حسين، عايزه فلوس فلوس فلوس. قوم يا كمال اعملي كنافه بالمانجا. حاضر يا حسين. وهاتي ده. الحمد لله نسيت الفلوس. انا ما نسيتش يا حسين. الحمد لله نسي الاكل. انا ما نسيتش يا كماليا. يا مامي حضرتك وعدتينك هتخليني اروح عيد ميلاد صاحبي بكره، وكمان هتديني فلوس علشان اجيب له هديه. ايوه يا مامي، وبابي دلوقتي مش موجود عشان تدبسيها فيه وتقولي ان هو مش موافق. بتزنقوني يا ولاد علي؟ انا يا حبيبي ما قلتش ان انا منع انك تروحي عيد ميلاد صاحبك، كل اللي بقوله ان انا هاجي معاك. يا مامي تيجي معايا ليه؟ هو عيد ميلاد صاحبك ولا صاحبي؟ واو، ايه ده يا مامي، انت مصاحبه؟ بس يا بنت، قله الادب دي. طالما هو صاحبك يا سيسولي ومش صاحبي انا، بتطلب مني فلوس ليه علشان تجيب له هديه؟ جيبها له من معاك. ما انا الفلوس اللي كانت معايا جبت بيها هديه لكيمي علشان الفالنتاين الاسبوع اللي فات. كيمي؟ عرفتها امتى وفين وازاي وليه والساعه كام؟ ومين دي اللي تجيب لها هديه في الفالنتاين وما تجيبش لامك؟ سوري، اوعى تكون ضربت ورقه عرفي. لا يا مامي ما تخافيش، لسه شويه. لسه؟ يعني ايه لسه؟ لا لا سوري، قصدي انا لسه صغير على الكلام ده. ايوه لسه صغير. لسه صغير؟ يعني ايه لسه صغير؟ يعني انت لما تكبر ممكن تعمل كده؟ اخس عليك يا سولي، اخس، كسفتني. ايوه كده، ايوه يا عقله يا تربيتي. عرفي ايه وقله ادب ايه؟ قولي له يا عقله حبيبه قلب امك. ما تاخدها يا ابني وتهج بيها على ايطاليا ولا ما تكمليش يا بنت المجنونه. يا ريتني ما كنت قلت لك تقولي حاجه. ايه ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يعني ايه هج بيها على ايطاليا وباريس دي؟ عادي يا مامي، العرفي ده حاجه عاديه هناك. يا سلام، من غير ورق كمان وحياتك. قولي والله. اه والله. ايه ده؟ ايه اللي انا سامعاه ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يعني لو ما كانش من التلفزيون هيبقى من النت. حلو قوي، من النهارده لا في تلفزيون ولا نت. عادي، صحابنا هيبقوا يحكوا لنا.
يا سلام، انتوا بتغزوني صح؟ ناموا ناموا، اتخمدوا بدل ما انتوا عارفين. ناموا. والجرنان ده بيتقري منين؟ الحقني يا بابا الحقني. ايه في ايه؟ الحقني يا بابا. ايه يا بابا؟ يخرب بيتك البضاعة. اوعى اصل البت دي بنت كلب. البت الكلب اللي انت بتشتي بيها دي تبقى بنت، احترمي نفسك. سيبني يا شعبان عشان البت دي معصباني. بص انت مش دي بنت، بنت كلب. تاني بتقولي بنت كلب؟ بقول لك ايه؟ البنت دي بنتي، عايزة منها ايه؟ اهدي وفهميني. انت لو تعرف هي عملت ايه مش هتقول كده، مش هتسيبها، هتقول عليها بنت ست كلب. لا ده انا باين عليا همد ايدي وهخبطك في البتاعة دي على دماغك. اسمع يا شعبان، البت بنتنا سمعتها بتسمع في ودنها اغاني حتى السماعة، وبتسمع اغاني بدرون. طب وفيها ايه يعني بتسمع اغاني في البدروم وتسمع الاغاني في البدروم ليه؟ ما تسمع الاغاني في الشقة. اولا ما اسمهاش اغاني بدروم، اسمها اغاني اندر جراوند. اندر وير؟ ايه اللي في الادب والحق اللي في الادب اللي انت بتقوليها دي؟ اندر وير ايه؟ اندر وير انت راخر. الاندر وير ده اللي بيتلبس اللي انا وريتهولك القد كده. اللي هو ده كان اندر وير؟ اه. طب وفيها ايه يعني؟ ما تهدي وتفهميني، ايه المشكله؟ ايه المشكله ايه؟ الاغاني دي فيها كلمات كده عيب جدا. انت عارف الاغنيه بتقول ايه؟ ارجوك في الارض اتفحر، ارجوك في السقف اتمحر، ارجوك وتقول لي مفيش، ارجوك ما تعصبنيش. تديني ليه؟ ما انا عندي كل الحاجات دي، ما انت جايبه لي كل حاجه. ايه اهدي بقى. انا هوريك يا بتفتش. طب ما انت كمان بتسمعي الاغاني دي. ما انت وبتقولي لي ما انت وبعدين انت مالك؟ انت ايه يعني؟ انا اسمعها عشان انا واحده ست كبيره، انت بنت صغيره يا اختي ما طلعتيش من البيت، تسمعيها لي عيب. وش معنى بقى الكبار يسمعوا الحاجات العيب ويتفرجوا على الحاجات العيب والصغيرين لا؟ شوفي بقول لك ايه، اوعي تكوني قلت لها ان انا بتفرج على حاجات عيب. تتفرج على حاجات عيب ايه ده؟ انت اخرك توم وجيري. ما هو عيب ان ابوها يتفرج على توم وجيري. والله العظيم انا مش عارفه الاقيها منك ولا من بنتك. انا ايه العيله دي يا ربي؟ انا مش عارف انا اتجوزتك ازاي وخلفت البنت القمر دي ازاي. امشي بقى غور امشي. انتك في الارض البحر، انتك في السقف البحر. البضاعه الله يخرب بيتك. غور امشي. انت عارفه كويس ان انا ربيت بنتي على الحريه. طبعا برافو عليكي، انا كمان مربيه مي وصولي على الحريه طول عمرها، من صغرها بسيبها تعمل اللي هي عايزاه. برافو عليكي، انا كمان بسيب مي وصولي يعملوا كل اللي هم عايزينه. انجي انجي. اي انجي. ايه يا كاميليا في ايه؟ مالك في ايه؟ سرحانه في ايه؟ ابدا والله يا كاميليا، الولاد هيجننونا. ما عداش على سفر ابوهم يجي اقل من شهر وهما زي ما يكونوا انطلقوا كده، كأن اللي شاكمهم مشي. ازاي يعني؟ مش عارفة، طول الوقت عايزين يخرجوا برا البيت، وحتى لو موجودين جوه البيت سوليا يا إما قاعد بيلعب بلاي ستيشن وأخته طول النهار بترغي مع أصحابها على النت. طب ما تمنعيهم يا إنجي، انتي لازم تمنعيهم. والله فكرت يا كوكي، بس بعدين لما حسبتها صح رجعت في كلامي. ليه بقى؟ لقيت ان الممنوع مرغوب، ويعملوا كده قدامي احسن بدل ما يقرطصوني ويعملوا كده من ورايا. بس انا بقى واثقه ان انت هتقدري تتصرفي من غير علي. انت ب 100 راجل يا انجي. 100 راجل ايه بس يا كوكي؟ وجود الاب مهم قوي في البيت. اه هو غالبا مهم ليكي انت بس، لكن مش طب انت عندك حسين اهو ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يزعق وياكل ويقدح وينام. كفايه انه يقنتخ دي بس، كفاية إن الولاد يسمعوا صوته في البيت، يشموا ريحته. فعلاً يا إنجي، إحنا على طول شامين ريحة حسين في البيت، بس في الحمام. ياه، إيه يا كوكي ده فصلتيني؟ وحشتني ريحتك قوي يا حسين. القرف. إهدي يا ميسرون إهدي، أنا بعت أجيب الزفت اللي اسمه سامع ده، وهتشوفي أنا هعمل فيه إيه قدامك. بقى أنا ميسون هاني بنت الحسب والنسب اللي يتكتب فيها شاعر في حسنها وجمالها، يعمل معايا اللي عمله في الكافيه ده. بغض النظر يا ميسون عن موقف اللي عمله معاك، إنما مين هي بنت الحسب والنسب اللي يتكتب فيها شعر دي؟ أنا طبعاً. هو في كم ميسون في البلد؟ بصراحة مفيش، أنت عملة نادرة. طبعاً بس صدت من ركنة. أنا جيت. أهو جا اللي هيشيل الصدى من عليك يا ميسون. إيه؟ قصدي يعني اللي هيشيل الطين بسبب اللي عمله معاك. أنت إزاي يا بني آدم أنت؟ ما تاخدش موقف وميسون بتتعاكس قدامك من واحد غريب. ده مش غريب، ده شريف جار إنجي. شفتي؟ شفتي كنت هتخليني أغلط إزاي؟ أهو ما طلعش غريب، طلع معرفة. شريف جار إنجي،
يلا بقى قوموا اتصالحوا بقى علشان نلحق نخلص الموضوع وتتجوزوا. انا استحالة اتجوز الكائن ده. وانا استحالة اتجوزك برضه. وانا استحالة استحملكوا اكتر من كده انتوا الاثنين. ارجوكوا ابص رجليكوا، انا خلاص مش قادر، بلاش اعمل عيال ده. وبعدين يا بيسون انا اجيب لك حيوان تاني غير سامع منين يرضى يتجوزك؟ انا الحيوان اللي هرضى بيها يا عم. عم الدبه عمد اسم الاستاذ جميل يا ولد، وبعد كده دخلتنا اصلا ازاي؟ ده الحيوان اللي عاكسني في الكافيه. طبعا ما دام عكسك يبقى حيوان. يا عمي انا كنت بس عمد دبب. قلت لك ما تقوليش يا عمي اسم الاستاذ جميل. دي اللي مزعلك؟ طيب يا استاذ جميل انا جاي اطلب ايد اخت حضرتك الجوهره اللؤلؤه ميسون هانم. ايه؟ عمي طبعا ده انت اللي عمي. ده انت اللي عمي. طبش طبش كده. ده انت اللي عمي. اقعد يا عمي. اقعد. يا شريف يا عمي. شريف يا جميل. يا جميل يا حبيبي. انت كمان هتقعده؟ انا استحالة اقبل منك. اترزي اترزي، مش عايز اسمع صوتك. معلش. اصلها رقيقة ما بتستحملش اي حاجة. ده اللي حببني فيها. اللي تشوفه يا ابا. طيب طيب ولا الحوجة ليك يا حيوان. تخيلي انا كمان مش عارفة اعمل ايه مع العيال ده، طول الليل والنهار قاعدين في البيت على النت. احمدي ربنا يا كوكي، احمدي ربنا يا حبيبتي انهم قاعدين اصلا. انا ولادي طول النهار هاجين من البيت، قال ايه طالعين لي في موضه جديده، قاعدين طول النهار على الكافيهات او في المولات بيتفرجوا على الاوروبي. بيجيبوا الاوروبي يا انجي الاوروبي؟ لا 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 الا الاوروبي يا انجي. انا بسمع انهم بيجيبوا حاجات اتشين بلس. اتشين بلس؟ اه. هو انت بتتفرجي على اتشين بلس؟ اه. لا يا حبيبتي مش قصدي على الايتين بلس، مش ده الاوروبي اللي قصدي عليه. عيالي بيتفرجوا على الماتشات الدوري الاوروبي. انت فين؟ بس انا مستغربه قوي من خروجاتهم دي، عجيبه قوي يا انجي. عارفه ايام خروجاتنا احنا زمان كنت بخرج مره واحده في الشهر، هي يا دوبك نروح ناكل عند عبده نتانا او زيزو جراثيم، ويوم لما نتمطع قوي وننحرف يعني ناكل على عربيه فول اسمها شخلحها بالراحه يا حبيبتي. انا هموت على سندوتش شخلع. ايوه تموتي في الايتين بلس. طب وبقيه الشهر كنتوا بتعملوا ايه؟ حقيقه كنا بنقضيها مستشفيات نتعالج من البلاوي اللي كناها. بس بصراحه انا عايزاكي تخلي بالك من موضوع الكافيهات ده يا انجي، اصل حسين قال لي من كام يوم ان هو قبض على شويه عيال قاعدين في كافيهات بيشربوا شيشه وما كانش معاهم بطايق. شيشه؟ انا عيالي يشيشوا؟ لا يمكن ابدا، انا عيالي ما بيتوش ريحه السجاير اصلا. الشيشة قال إيه؟ هو سندوتش الشخلعة ده حلو قوي يعني؟ مصيبة البنت تكون بتشيش. افتح بوقك يا قول حاحا 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 فيها هوا حاحا فيها هوا. بوقك ريحته ايه؟ تفاح. شيشة تفاح؟ لا عصير تفاح. انت متأكد انه عصير مش شيشة يا سولي؟ ايوه يا مامي، سولي ما بيشربش شيشة. طالما انت قلتي كده يا مي انت طالعالي، انا بثق فيكي كده. انا اطمنت. انا اللي بشرب شيشه يا ماما. تشربي ايه روحك؟ قولي حاحه فيها هوا. ياي الشيشه ما بتطلعش ريحه. طلعتي ما نزلتي يا بعيده بتشربي شيشه يا مي. يا مي بهزر معاكي، شيشه ايه بس؟ ايه الهزار السخيف ده؟ اصحيح يا مامي، انت ثقتك قلت فينا كده ليه؟ لا هي ثقتي ما قلتش، هي بصراحه انعدمت. بس اعمل ايه؟ خايفه عليكم. حقك تخاف علينا، بس مش للدرجة انك انت تشكي فينا ان احنا بنشرب شيشة في السن ده. صح صح عندكوا حق، انا غلطانة. السن ده بتاع المخدرات على طول. اه يا جزم يا ولاد الجزم، تعالوا بقى. لا هتروحوا مني فين؟ ما جاتش فينا. والله انا هوريكوا بقى هتيجوا ازاي. انا غلبت غلبت وفضية وزهقت ومليت وكليت وبقيت انط زي النطيط وبصوصو زي صرصار الغيط. خلاص انا تعبت، الموضوع بيزيد يوم عن التاني، مش قادره خلاص. بس يا حبيبتي ابنك عمر لو سمع الكلام ده هيفتكرك خلاص اتجننتي.
هو لسه هيفتكر؟ انا خلاص فعلا فاضل لي شعر هيرجع واتجنن. يا اختي احمدي ربنا ان انت لسه فاضل لك شعر، انا بقى خلاص راعت وبقيت ظلبط. العيال كل شويه يجيبوا لي كلام غريب ويقعدوا يقولوا جبتوا الكلام ده منين يا عيال، يقولوا لي من المهرجانات. بسم الله ما شاء الله، هي دي العيال ولا بلاش بيروحوا مهرجانات سينما؟ مهرجانات سينما ايه يا اختي؟ ده المهرجانات هي اللي بتجيلهم، دول قصدهم على مهرجانات شحت كاريكا واوكا واورتيكا. راح فين الزمن الجميل، زمن الفن الجميل والاغاني الحلوه والكلام المعبر؟ اديني رمضان. انا جوزي شعبان. اديني رمضان. انا جوزي حران. بس يا جماعه لازم تفهموا ان الجيل الجديد ده له طبع خاص، لازم ياخد حريته. لا ابوس ايدك الا الحريه دي. لا في واحده صاحبتي معايا في الشغل ربت بنتها الحريه اللي بتقولي عليها دي. وماله، شيء عظيم ورائع. اتجوزت عرفي. يا مصيبتي، يا نهار منيل بستين جيله. يا نهار اسود، هو انا لسه هستنى؟ لا يا اختي انا اقوم الحق نعم. لا تقومي فين، ما تقلقيش عيالك لسه صغيرين. يا اختي انا مش خايفه على العيال ما يندقوا بجد واسخ، انا خايفه دلوقتي على شعبان المنيل على عيني. ده صايع وضايع، ده ممكن يعملها. انت عارفه شعبان ده عينه قد كده اهو، بيقعد يبص للستات. اديني شعبان. انا جوزي رمضان. اديني شعبان، انا حران وجعان. لا انا صعبان عليا البنت اللي جالها بالهريسيا وقاعده على الترعه. روحي للي حبتيه، شيخه روحي للي حبتيه. يلا روحي، ما انت خلاص حبيتي غيري، ما انت خلاص. ما تجيبوا لي اسمها. سيبنا المشكور. بصوا يا ولاد جبت لكم ايه؟ ثواني يا مامي. بصوا بس الاول، يوم انت قاعده تتكلمي واحنا مش عارفين نركز. يا سلام، تركز في ايه بقى؟ ان شاء الله انت بتمتحن، انت بتلعب كوره. ماشي، بس ده ماتش مهم بيننا وبين اصحابنا. بسم الله الرحمن الرحيم، فين اصحابكم دول؟ انتوا بقيتوا تصاحبوا عفاريت؟ صحابنا على النت يا مامي. تعرفوهم منين؟ معاكم في المدرسه؟ ها ها ها. مدرسه ايه يا مامي؟ نعرفهم من على النت. يعني ايه من على النت كمان؟ ازاي تلعبوا مع ناس ما تعرفوهمش ولا تعرفوا اصلهم ولا فصلهم؟ ها ها ها. لا طبعا نعرفهم يا مامي، يعني احنا بنلعب مع بوعميرة من الجزائر، عثمان من السودان، الهام موزة من لبنان. يا سلام، واذا ممكن افهم بقى انتوا بتلعبوا مع كل دول في نفس واحد ازاي؟ مالتي كمان بتلعبوا مالت؟ لا طبعا يا مامي ما تفهميش صح، انا سوري بس راجل قوي. مالت ايه يا مامي؟ مالتي يعني رباعي. كمان رباعي يا قللت الادب. يا مامي بقى قولي بسرعة بقى، احنا لحد ما نشرح لك هياخد وقت كبير جدا، واحنا اصلا خلاص خسرنا يعني. احسن برضو احسن. بصوا سيبوا الهباب اللي في ايديكوا ده واتفرجوا معايا انا جايبالكوا ايه. دي العاب الاطفال المحترمة، جبتها من عند انكلكوا شعبان. ايه اللعب دي؟ دارا، دي السلم والتعبان وفي ظهرها الليدو. ميدو مين؟ ميدو ايه؟ ليدو. ومعايا كمان بنك الحظ. بنك الحظ؟ اسمها مونوبلي على فكرة. يا سلام يا رايقة، مونوبلي ماشي، الثقافة واخدة حدها. بس دي لعبة رزلة ورخمة قوي، وبنقعد تلات ايام ولا حد بيخسر ولا حد بيكسب، ومش بتخلص خالص. ايوه يا حبيبي، هو ده الهدف من اللعبة، ان احنا نتلم على حاجة واحدة اطول فترة ممكنة. لا يا مامي بصراحة اللعب دي اولد فاشن وفيك قوي. اولد فاشن وفيك ومونوبلي ايه يا رايقة؟ ده ايه الثقافة اللي واخدة حدها معاكي؟ سيبوا بقى الهباب اللي في ايديكوا ده وتعالوا جربوا معايا. نجرب ايه يا مامي؟ انت جايبه لنا طبقين رز بلبن، عايزانا ندقه. وبعدين يا مامي احنا هنسيب التكنولوجيا ونجرب لعبه ب 3 جنيه. تكنولوجيا؟ تكنولوجيا؟ يعني جيت اقول لك اولد فاشن وانت تكنولوجيا؟ حرام عليك، ايه العلام الفاسد ده؟ يا حبايبي يا حبايبي، الهدف من الالعاب ان احنا نتلم كلنا مع بعض. ها؟ برضه مش عايزين نلعب. ده انت غلس قوي يلا. طب ما تيجي انت يا مامي تجربي معانا. اجرب معاكوا ايه؟ فيفا 16. لا ماليش فيها، تعالوا انتوا جربوا معايا طبقين رز بلبن هتتبسطوا. حلو. يلا بقى يلا بقى، بطلوا غليظه بطلوا غليظه. عارف يا سمين، انا مش قصدي ان اولاد انجي بس اللي هم محتاجين تربيه، لا انا بقول ان كل العيله محتاجه تتربى من اول وجديد. معقول يا رجاء؟ هو في ادب انجي وعلي؟ مش قصدي الادب ابدا، انا بتكلم عن الفجوه الكبيره جدا اللي بين الجيل القديم والجيل الجديد. الجيل القديم محتاج ياخد كورسات جديده عشان يعرف ازاي يتعامل مع هذا الجيل. الجيل الجديد ده الله يكون في عونه. لا يا حبيبي، الله يكون في عون العائلات اللي بتربيهم. ده جيل متفتح اكتر من لازم،
مجرد تاتش من صباحهم كده على الموبايل يكتشفوا العالم كله. ولا الاغاني المسفة. هاتي بوسه يا بت، هاتي حته يا بت، هتديله منين؟ اجيب منين الاغاني المسفة ولا افلام الكرتون دلوقتي اللي كانت زمان فيها موعظه للاطفال، كلها جمل فيها معنيين والحدق يفهم بقى. وخد عندك بقى الاب يا عيني اللي مشغول مصاريف البيت ومصاريف الولاد. والام كمان ما هي مشغوله بوظيفتها ومشغوله كمان بتربيه اولادها ورعايتهم. والله انا قلقان عليهم وعلى اللي بيربوهم. انا بقى قلقان على انجي. لا ما تقلقيش، ما دام فاتت ساعه وما جاتش يبقى الخطه بتاعت الالعاب نجحت. والله عندك حق، هي ما بتجيناش ابدا الا في المصايب وبس. يا ريت تصحيح يا جوجو حبيبتي، انت برضو في مقام جدتها. ايه؟ مامتها. مامت مين يا اخويا؟ قصدي خالت مامتها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني واحده من العيله وخلاص. انا ده انا هقطعك. تقطعي مين بس يا حاجه؟ ده انا كسبك 11-0 في الشوط الاولاني. احنا هنهزر بقى، ده انا مقطعاك مقطعاك. مقطعني؟ حبيبتي الفريق بتاعك اللي لابس احمر. يا سلام. لا انا فاكره ان ده الفريق بتاعك انت. حكي على ايه؟ حكي على ايه؟ قال لك هتقطعي. ده علمك بقى، الدراع ده بايظ والزرار بتاع الاكس ده معلق. هنحمر بقى. بقولك ايه، شغل المبتدئين ده مش عليا، ها انا حافظه. مبتدئين؟ ماشي ماشي. قومي قومي افتحي الباب. مين يا مي؟ ده أنكل سمير يا مامي. أنكل سمير؟ صراحة بقى أنا ما قدرتش يا دكتور، ما قدرتش. أصل البلاي ستيشن دي طلعت لعبة فظيعة تجنن. طبعا دي كلها حاجات حديثة جديدة وتكنولوجيا، مش حاجات المزنبلك بتاعتكم. يا سلام، على أساس أنت على أيامك يعني كانت الألعاب بالطاقة الشمسية مثلا؟ على أيامي؟ لا على أيامي ما كانتش اللعب طلعت خالص. طيب أنا هعمل إيه بس دلوقتي؟ شوف يا ستي، أنت خدي الكتاب ده، ده اسمه الوصايا العشرة لأولادي، تقري وتعلمي الأولاد. أيوة بس الكتب كتير، كتب كتير يا دكتور، بس التنفيذ صعب. يعني أنت قريتيهم قبل كده؟ لا. عمرك ما هتعرفي تنفذي، أقري. حاضر حاضر هقرا ما تزعقش. تتأثر الأبناء بشدة بأسلوب النصح عن طريق القصص الواقعية من خلال تحويل النصائح إلى شخصيات ومواقف توضع أمام الأبناء كقدوة ومثل. يعني أنا مش فاهمة حاجة. يعني أنت هتألفي قصة كده واقعية جميلة وتنقي شخصية فيهم أنت حباها وتمثليها. الله، يعني أتقمص شخصية حد؟ برافو. الله، عارف أنا نفسي أتقمص شخصية طلعت حرب. يعني طلعت حرب مش مشكلة، بس أنا أفضل طلعت زكريا صاحبنا. لا يا دكتور، عارف ليه بس طلعت حرب؟ علشان أعمل بنك زي اللي عمله طلعت حرب. طيب أقوم أنا بقى أسحب فلوسي من البنك بتاعي عشان أحطهم في البنك اللي أنت هتروحي تاخدي منه الفلوس. حلوة قوي، فكرة هايلة. الحقيني يا رجاء. يا مامي حرام عليكي بقى. يا مامي يا نبي بقى. لا لا يا مامي لا. اشيا اشيا. لسه شفتوا حاجة؟ لا لا يا مامي. مال مال لا هتقولوا بقى؟ مش هتعترفوا كنتوا بتعملوا تشات مع مين؟ مش هتنطقوا صح؟ لو ما نطقتوش هزود الميه السخنه والملح في الميه اللي منوعين فيها. يا مامي ما احنا قلنا لحضرتك. انا ما اسميش مامي. ما احنا قلنا لك يا ست ريا. انا مش ريا. احنا اسفين يا ست سكينه. وانت مش هتنطق وتعترف؟ السيديهات بتاعت الفيفا والايفوليوشن والكاندي كراش وايه التالتة اللي كانت تانية كانت ايه؟ تيكن. تيكن ايوه، وتيكن دي مخبيهم فين؟ يا مامي ممكن تقولي لنا انت بتعملي فينا كده ليه؟
بسميش مامي، قلت بسميش مامي. يا ست سكينة، عارفة أنا بعمل فيكوا كده ليه؟ أنت عارف؟ لا. أنا بعمل فيكوا كده علشان الأمن يستتب في البيت ده، علشان ما يبقاش فيه انفلات أمني. ما يبقاش فيه إيه؟ انفلات أمن. علشان الحرية الزيادة وعدم المسؤولية اللي أنتوا فيه. بس ده ضد حريتنا. نعم يا أخويا ضد إيه؟ لا هي دي حريتكم. أنا من هنا ورايح اللي هقول لكم إيه هي الحرية اللي مسموح لكم بيها. يعني هي دي الحرية يا مامي؟ أيوه يا أختي، هي دي بقى الحرية، تبقى زي ما تبقى. يعني يا مامي انت منين بتعذبينا وحاطه رجلينا في ميه وملح، ومنين بتحبينا وبتخافي علينا؟ ايوه، وبعدين ايه الميه الملح اللي انت بتعذبينا فيها دي؟ انت كده عايزه تخليلي رجلينا. ما انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه، مش عارفه اعمل ايه، وتعبت تعبت تعبت. يا مامي انت قلت لنا انك هتحكي لنا على شخصيه ناخدها قدوه لينا، مش تعملي لنا ريا وسكينه. صحيح يا مامي، هدي الشخصيه القدوه. أزرق وسكينة كانوا بيخطفوا الستات ويقتلوهم وياخدوا الذهب بتاعهم. أيوة صح، كانوا بيعملوا كده. بس عامل إيه بقى اللي لقيته؟ الجلابين اللي لقيته، كنت عايزة أخوفكم وخلاص. بقول لكم إيه، أنا تعبت تعبت ومش قادرة أشيل المسؤولية لوحدي. أنا هكلم أبوكوا يرجع بالسفر يشيل المسؤولية معايا. يا مامي إحنا عارفين إنك بتحبينا وبتخافي علينا. يا سلام. ايوه بس برضه ما ينفعش انك انت تكتبي مقالات على الابناء اللي لازم يكون عندهم شخصيه وانت بتاخدي مننا حريتنا. لا والنبي ايه؟ ايوه يا مامي، يعني ما ينفعش نفضل ماشيين وراكي زي البط اللي ماشي ورا امه لحد ما تتجوز. يا سلام، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ بتجيبوا الكلام ده منين؟ من النت. الله يقطع النت على اللي بينتتوه. يا مامي ما تخافيش، احنا عارفين حدودنا كويس. ايوه، ومش معنى انك انت اديتينا حريه فاحنا معنى كده ان احنا مش قد المسؤوليه. بجد؟ ايوه. طيب ممكن تبقوا تعلموني شويه على النت عشان انا ميح خالص. بس بشرط انك انت تفتحي دماغك معانا شويه. قصدك ايه، انا غبيه؟ لا لا مش القصد، انا اسف. طيب خلاص خلاص افرغ. اخيرا. رجليك وجعاكم؟ اكيد يعني. خللت جامد يعني؟ خللت؟ يا نهار ابيض. انا بقيت لفت يا مامي. عايزاكي في موضوع الانفراد، بس المكتب عندي زحمه. قولي يا حبيبتي قولي. تقولي ايه؟ ايه بقول لك، عايزاكي في موضوع الانفراد. ايه يا انتي؟ عندها حق، اهلها ما عرفوش يربوا. لا يا لا، ده عايز ده ايه؟ ده عايز مش احسن من مش احسن من مين تالتة شمال؟ ليه الزباد؟ وقع على طول دايما بيشجع الأبطال. ألو؟ يا حياة ماما. يعني دي في الجولة اللي بعديها. هاي دودو. هاي دودو. أيوة هو عمران بيغني. هاي عمران. مستني بأشواق تعبان. تعبان من إيه بقى؟ مش راجل بقى. يلا صلي. انا الحيوان اللي عرضه بيها يا عم. قوم ولع لك شمع. قومي بنور، اعمل تاني. يلا تاني لا لا طبعا. قوم ولع لك شمعة، نورها مستنياك. وامسح دمعك وفي عيونه دمعة، امسحها بايديك. قول حاحا 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 بصوت حاحا 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 فيها الهوا. معقولة الرسم على الصبح كده؟ انتي مش قلتي عندك شغل الحشرية؟ كملي شغلك يا أهياني يا فرس.